اخر فيتشر محتاجين نضيفها على الابليكيشن بتاعنا هي جزئية الديليت، ان احنا نسمح للاند يوزر بتاعنا انه يعمل ديليت لموفي من الموفيز الموجودة في الداتابيز، يعمله ديليت تماما من الداتابيز. طبعا حاجة زي كده او جزئية زي جزئية الديليت انت تقدر تنفذها باكتر من طريقة، لكن انا شخصيا افضل انك تستخدم فيها الاجاكس، بحيث ان الاجاكس بيخليك تقدر تابديت جزء من الدوم او جزء من البيج بتاعتك يعني، او جزء من الفيو بتاعك بدون ما تأثر على باقي الفيو، بمعنى ان الجزء بس اللي انت بتحدده هو اللي بيتأثر، لكن بقية الفيو بيفضل موجود زي ما هو بدون ما البيج بتاعتك تعمل ريلود مرة تانية او تعمل ريفريش يعني مرة تانية. وطبعا جزئية الاجاكس فيها كلام اكتر من كده بكتير ممكن نتكلم عنه، لكن هو اوت اوف سكوب دلوقتي، فانا انصحك لو انت ما عندكش تفاصيل كتيره عن جزئيه الاجاكس فممكن مثلا ترجع تقرا اي ارتكل صغيره بتشرح فيها ببساطه موضوع الاجاكس، وترجع بعد كده تكمل معايا الشرح اللي احنا هنشرحه. اول نقطه خلينا نرجع على الفيو بتاعنا مره تانيه، هرجع هنا على الفيوز موفيز وهروح على الاندكس فيو، هو ده اللي معروضه فيه كل الموفيز واللي موجود فيه البوتوم بتاع الديليت. لو تفتكروا لما ضفنا هنا البوتوم بتاع الديليت كنا ضفنا له اي اس بي داش اكشن وادينا له ديليت، وادينا له هنا البارامتر بتاعنا اللي هو الاي دي، وقلنا ساعتها ان احنا هنسيبه كده لحد ما نرجع له مره ثانيه ونعمل عليه التعديلات اللي احنا محتاجينها. طيب ايه التعديلات اللي احنا محتاجين نعملها؟ اول جزئيه انا هنا مش محتاج تماما ان هو يكون عباره عن انكر تاج، لما اضغط عليه ينقلني على صفحه ثانيه زي ما كنا بنعمل في الديتيلز والاديت، فبالتالي همسح الجزئيه دي تماما وهاجي هنا اقول له بدلها اتش ريف ده هيكوال جافا سكريبت. ومحتاج للبوتوم ده حاجتين كمان، اول حاجه محتاج سيلكتور اقدر اتعامل بيه من خلال الجافا سكريبت او باستخدام الجي كويري يعني. الحاجه الثانيه كمان اللي انا محتاجها هنا ان يكون عندي موجود الاي دي بتاع الموفي، بحيث ان لما الاند يوزر يضغط ديليت على موفي ابقى انا عارف هو بالظبط محتاج يديليت انهي موفي موجود في الداتابيز. فهعمل حاجه زي كده ازاي؟ هاجي هنا على كلاسز، هزود كلاس تاني يكون سيلكتور اقدر استخدمه مع كل البوتومز بتاعت الديليت، فاقول له هنا جي اس اللي هي اختصار جافا سكريبت يعني، بحيث ان انا ابقى عارف اني الكلاس ده فقط متضاف هنا علشان استخدمه مع الجافا سكريبت مش اكتر، مش هستخدمه في الستايلنج بتاعي زي بقيه الكلاسز، فاقول له جي اس داش ديليت. وبعد كده هخزن هنا الاي دي بتاعي في اتريبيوت هسميه داتا داش اي دي، ده هيكوال عندي الموفي دوت اي دي. بعد كده هنزل تحت خالص علشان اكتب كود الجافا سكريبت بتاعتي او كود الجي كويري، لان احنا هنستخدم جي كويري مش نيتف جافا سكريبت او فانيلا جافا سكريبت. فهاجي هنا اول جزئيه هقول له ات سيكشن سكريبت، بعد كده هنا هديله السكريبت تاج وابتدي اكتب جواه كود الجافا سكريبت. طبعا اول نقطه هنا محتاج ان انا اسلكت الدوكيومنت لوت ريدي، وبعد كده ابتدي اكتب هنا الكود بتاعي فهقول له فانكشن. خلينا نظبط شكل الكود بتاعنا. اول نقطه انا محتاج اسلكت البوتوم بتاع الديليت اللي هو البوتوم ده، محتاج ان لما الاند يوزر يعمل عليه كليك ابتدي اخد اكشن، يبقى بالتالي انا محتاج اسلكت البوتوم بتاع الديليت واعمل ليسن على الكليك ايفنت بتاعه. فهاجي هنا كده اسلكته باستخدام الكلاس اللي احنا ضفناه مخصوص، فهقول له دولار ساين، وهنا بما اني هسلكت بالكلاس فهقول له دوت جي اس داش ديليت. وبعد كده انا محتاج احط ليسنر على الاون كليك ايفنت فهقول له اون، وهاجي هنا اقول له كليك، وبعدها هنا هقول له على الفانكشن اللي يستخدمها لما يحصل كليك على البوتوم ده. خلينا اول حاجه ناخدها خطوه خطوه. اول نقطه هنا خلينا مثلا نعمل كونسول دوت لوج للاي دي بتاع الموفي اللي احنا ضغطنا عليه علشان نتاكد ان الجزئيه بتاعه الاي دي اللي موجوده هنا احنا قادرين نعمل لها سيلكشن بشكل صحيح. فهاجي الاول هعمل فاريبل هسميه مثلا بي تي ان اختصار لبوتون، وهقول له ده بيكوال زيس علشان اقدر استخدمه بعد كده باستخدام الفاريبل بدل ما كل مره اقول له زيس. بعد كده علشان اعمل كونسول دوت لوج للاي دي هقول له كونسول دوت لوج، وهنا هاجي اقول له بي تي ان دوت داتا وهقول له اسم الداتا اتريبيوت بتاعي اللي هو اي دي. تعال نرجع مره ثانيه على الفيو ونشوف ايه التغيير اللي حصل عندنا. هعمل انسبكت وهروح على الكونسول واضغط مثلا على الموفي الاولاني ده، كده جاب لي الاي دي بتاعه 1، الموفي التاني الاي دي بتاعه 2، وهكذا كل ما بنضغط على موفي بيكتب لنا هنا الاي دي، فبالتالي الجزئيه دي كده سليمه والاي دي موجود معانا قادرين ان احنا نعمل له سيلكشن بشكل صحيح. طيب خلينا نمسح الجزئيه دي ونرجع نشوف هنعمل ايه. احنا محتاجين ان لما الاند يوزر بتاعنا يضغط ديليت
ما اروحش اعمل ديليت مباشره لانه ممكن يكون ضغط ديليت بالغلط. فطبعا الاحسن ان انا في الاول اطلع له كونفرميشن بوكس واقول له هل انت متاكد انك محتاج تعمل ديليت للموفي ده من الداتابيز، ولو ضغط يس ابتدي انفذ جزئيه الديليت. هعرف حاجه زي كده ازاي؟ ممكن هنا اجي اقول له فاريبل ريزلت مثلا دي هت ايكوال كونفيرم، كونفيرم دي طبعا موجوده في الجافا سكريبت، وبدي له هنا المسج بتاعتي هقول له مثلا ار يو شور ذات يو نيد تو ديليت ذيس موفي. وبرده خلينا نمشي خطوه خطوه، نعمل هنا كونسول دوت لوج للريزلت ونشوف بالظبط ايه اللي بيحصل عندنا. هعمل سيف وارجع اعمل ريفرش وهضغط مثلا ديليت مره تانيه على اول موفي، طلع لي فعلا كونفرميشن بوكس وادي المسج اللي احنا كتبناها. وخلينا نقول له اول مره كانسل، هتلاحظ ان الريزلت عندك هنا بفولس، تاني مره خلينا نقول له اوكي فالريزلت عندنا بترو. يبقى احنا كده لحد اللحظه دي شغالين صح، مفيش عندنا اي مشاكل. طيب انا محتاج هنا نرجع مره تانيه على الكود بتاعنا، هنمسح الجزئيه بتاعت الكونسول دوت لوج دي وهبتدي اتعامل مع الفاريبل اللي اسمه ريزلت. هقول له اول حاجه اف ريزلت، وبما ان الريزلت ده بوليان هيشيل يا اما ترو يا اما فولس، فانا مش محتاج اقول له ايكوال ايكوال ترو ولا 3 ايكوال ترو بتاعت الجافا سكريبت، مش محتاج اكتبها تماما لان هو اصلا بوليان. وبعدها هبتدي هنا اقول له لما تكون بترو ابتدي نفذ الاجاكس كول بتاعتك، وطبعا معنى ان هي ترو ده معناه ان الاند يوزر بتاعك ضغط على اوكي ان هو فعلا عاوز يريموف الموفي ده. طيب ازاي بقول الاجاكس بتاعي؟ اول حاجه بقول له دولار ساين دوت اجاكس، بعد كده براكت وجواها كيرلي براكت الاوبجكت بتاعي اللي هبعت فيه البيانات بتاعت الاجاكس. اول حاجه طبعا لازم تبعتها له هي اليو ار ال، اليو ار ال بتاعنا هيروح على موفيز، وطبعا خلي بالك انك لازم تحط قبل كلمه موفيز سلاش، وبعد كده هقول له هروح على اكشن اسمه ديليت لسه هنعمله مع بعض، بعد كده سلاش وبعدها الاي دي. علشان نزود الاي دي بعدها نفس التكنيك بالظبط اللي عملناه علشان نبرنت الاي دي او علشان نعمل كونسول دوت لوج للاي دي في الكونسول بتاعنا هستخدمه هنا، هقول له بي تي ان دوت داتا اوف الاي دي بتاعك، بالتالي هيبقى اليو ار ال بتاعي موفيز سلاش ديليت سلاش وبعد كده الاي دي مكتوب جنبه. طبعا في اوبشنز كتيره بتحتاج تبعتها للايجاكس في كيسز معينه، لكن في الكيس بتاعتنا دي انت ابسط طريقه للايجاكس او ابسط طريقه لكتابه كود الايجاكس، مش عاوز اعقد لك الموضوع خاصه لو هو جديد بالنسبه لك، انك ما تبعتش غير الحاجات اللي انا بعتها دلوقتي وهيشتغل معاك صح 100%. لكن في حاجات تانية خليك عارف انك ممكن تبعتها زي مثلا الميثود زي الداتا ان كيس ان احنا محتاجينهم، انا دلوقتي مش محتاج ابعتهم والدنيا هتشتغل معانا صح. طيب انا بعد كده بعد ما بقول له انا محتاج اكلم اليو ار ال ده، اليو ار ال ده هيرد عليا بحاجه من اتنين، يا اما هيرد عليا بستاتس كود معناها ان هو سكسيدد، او بستاتس كود معناها ان في ايرور حصل عندي، فبالتالي انا محتاج اعرفه في الحالتين يعمل ايه. فاجي هنا اقول له سكسس، سكسس دي عباره عن فانكشن، وهبتدي اقول له جواها لو حصل سكسس وفعلا اتعمل ديليت للموفي ده من الداتابيز يعمل ايه، وتحت السكسس بقول له على الايرور لو حصل عنده ايرور يعمل ايه، ودي برده عباره عن فانكشن وبقول له يعمل ايه لو حصل عنده ايرور. طيب خلينا الاول نقول له لو حصل ايرور يعمل ايه. خلينا نقول له مثلا ان لو حصل عندك ايرور، احنا طبعا كنا ضايفين التوستر نوتيفيكيشن فنقدر نستخدمها هنا من الجافا سكريبت مباشره زي ما كنا بنستخدمها من جوه الكنترولر. فاجي هقول له انا توستر دوت ايرور، وبعد كده هكتب هنا مسج مثلا ممكن اقول له something went wrong، وخلينا نتاكد ان دي الاول اصلا شغاله، فهناخد دي كده كوبي ونرجع تاني على الكونسول نعمل بيست وانتر، شغاله فعلا وبتظهر، وده ياكد لك ان احنا نقدر نستخدمها مباشره من مش لازم من جوه الكنترولر. هرجع تاني للكود ونشوف هنعمل ايه في حاله السكسس. في حاله السكسس انا محتاج اعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه هي اني اخفي الكارد كله بتاع الموفي ده، اخفيه تماما من الفيو ده او اشيله تماما يعني من الدوم، والحاجه الثانيه اني اظهر توستر نوتيفيكيشن اللي هي بيكون لونها اخضر اللي معناها ان في سكسس حصل، واقول له ان الموفي ديليتد. طيب ازاي اسلكت الكارد اللي موجود في البوتون اللي احنا ضغطنا عليه؟ احنا دلوقتي عندنا هنا البوتون ده موجود في فاريبل اسمه بي تي ان، فبالتالي اقدر اتعامل مع البيرنتس بتوع الفاريبل اللي اسمه بي تي ان، وخلي بالك ان في فرق ما بين بيرنت وبيرنتس في الجي كويري. فاجي هنا اعمل انسبكت، وانا محتاج اطلع لحد البيرنت بتاعي اللي هو واخد الكلاس اللي هو كول داش 12، انا محتاج اوصل لحد البيرنت اللي واخد الكلاس ده، فبالتالي اقدر اسلكته بمنتهى البساطه. هرجع هنا مره تانية واقول له btn.parents
وسيلكت البيرنت بتاعي بالكلاس اللي هو دوت كول داش 12. بعد كده اجي هنا مثلا اقول له اعمل فيد اوت خفي من الدوم اليمنت، وبعد كده طلع لي توستر نوتيفيكيشن بتاعه السكسس، واكتب جواها مثلا ان الموفي ديليتد سكسسفولي او موفي ديليتد. وتعالى نعمل سيف ونرجع مره تانية على الموفيز كنترولر بتاعنا ونضيف جواه الديليت اكشن. هنزل تحت خالص، احنا تقريبا محتاجين جزئيه شبه الجزئيه بتاعه الديتيلز، شبهها بشكل كبير جدا، فهاخد الكود ده كده كوبي بيست علشان نختصر في الوقت، وبدل ما هو اسمه ديتيلز هسميه ديليت. هياخد برضو نفس الجزئيه بتاعه البارامتر، بارامتر التايب بتاعه انتجر نالابل واسمه اي دي، ونفس الكلام برضو بتشيك عليه هل هو بنال ولا لا. لو هو بنال برجع باد ريكويست، وبالتالي لو رجعت باد ريكويست يبقى هينده هناك على الايرور اللي موجود في الايجاكس. بعد كده الجزئيه دي انا مش محتاج اعمل معايا انكلود تماما، مش محتاج اي داتا ان انا اصلا هديليت الموفي، فممكن نمسح كل الجزئيه دي. ولو تفتكروا كان ممكن نستخدم فايند اسينك وابعت له هنا الاي دي. بعدها عادي جدا هيتشيك هل الموفي ده موجود ولا لا في الداتابيز، لو هو مش موجود هيريتيرن نوت فاوند. طيب لو موجود بقى نعمل ايه؟ لو موجود هنعمل حاجه بسيطه جدا، سطرين بالظبط نمسح بيهم الموفي ده. اول حاجه هستخدم الكونتكست بتاعتي دوت موفيز دوت ريموف، ودوت ريموف دي هتاخد مني الموفي اللي انا محتاج اعمل له ريموف من الداتابيز. وطبعا احنا عارفين ان لازم علشان اسمع حاجه زي كده في الداتابيز، او علشان حاجه زي كده ترفلكت في الداتابيز، لازم اجي هنا اقول له underscore context dot save changes. النقطه هنا الاخيره ان انا مش محتاج ريتيرن هنا فيو، انا مش هرجع للاند يوزر فيو جديد، لا انا عاوز ارجع status code تنده على الميثود او الفانكشن اللي اسمها سكسس اللي موجوده جوه الايجاكس. هرجع حاجه زي كده بشكل ابسط مما تتخيل، هقول له بس ريتيرن اوكي اللي هي الستاتس كود رقم 200، اللي هو معناه ان انت عمليه اللي انت بتعملها نجحت. دلوقتي خلينا نرجع مره تانية على الموفيز هنا، نعمل ريفرش ونقفل الانسبكت ده مش محتاجينه، وتعالى مثلا نجرب نعمل ديليت للموفي ده. هقول له ديليت، طلع لي الكونفرميشن بوكس، هقول له اوكي. هتلاحظ فعلا ان الموفي بتاعنا اتعمل له فيد اوت والتوستر نوتيفيكيشن ظهرت، ولو عملنا دلوقتي ريفرش كده هتلاحظ ان الموفي فعلا مش موجود واتشال تماما من الداتابيز. كده احنا خلصنا كل الفانكشناليتي اللي احنا محتاجينها في الابلكيشن بتاعنا، لكن في نقطتين تانيين انا حابب اضيفهم في الابلكيشن هيخلوا شكله افضل الى حد كبير، ده من وجهة نظري برضو. لو حابب تضيفهم هنشرحهم في الفيديو اللي جاي اللي هيكون اخر فيديو ان شاء الله في السلسلة دي. لو مش حابب ان انت تضيفهم فما فيش مشكلة، ممكن هنا تقفل السلسلة وتبقى كده عملت كل الكرود اوبريشنز بتاعتك. طيب ايه هم النقطتين اللي انا محتاج اعدلهم؟ النقطة الاولانية ان شكل الكونفيرميشن بوكس النيتف بتاع الجافا سكريبت صراحة شكله ممل شوية، شكله مش ظريف، محتاج يكون حاجة اليجنت شوية عن كده، حاجة شكلها افضل شوية من كده، فهنعمل له ريبليس بحاجة اسمها بوت بوكس شكلها افضل من كده بكتير. كمان لما عملنا فيد اوت للديف اللي موجود في الموفي ده كان برضو الفيد اوت شكله مش ظريف قوي، فممكن نستخدم حاجه اسمها انيميت دوت سي اس اس في ان هي تعمل لنا عمليه ان الموفي ده يختفي من الدوم اليمنت بشكل اظرف من كده بشويه. وتاني زي ما قلت لك لو انت مش حابب حاجه زي كده فممكن هنا تعتبر ان السلسله بتاعتنا انتهت، واشوفكم في الفيديو الجاي.